السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف من قناة Righteous Progress. إن شاء الله اليوم بنكمل لعبة Mirror's Edge، لعبة العجيبة، اللعبة اللي ما فيها أسلحة، ما فيها دمار، لعبة اللي تحكي عن المستقبل الغريب، ونشوف أحداث الجريمة اللي تدبست فيها أختها، أخت فيث اللي هي كيت كروف لبن. I'm not racist، بس يعني قاعد أقول لكم. قاعد اقول لكم كان دريس الصراحة. المهم كمل اللعبة يا شكرا. حلو اللون الاحمر. اوكي هذا المطلوب. اضغط التي عشان ما اتعور لما اطيح كذي. اسوي ممكن احكينج من الطريق. المفروض اكون اسرع. حلو حلو حلو. اوكي اوكي يعني بالبداية مساعة شوي تأخر. سنايبر غثيف، سنايبر حيل غثيف. هذا ما يطلع مرة ثانية. انطر يعني انخش بالطوفة عشان اعبي طاقتي. معقول من اولها. شوف الله يستر عليك شغلتيها. نمشي على الطريق. شو سالفته؟ حلو حلو حلو. هاي حركات الصف، حركات الاكشن. نساء اخذنا جمبه كما ادري شو السالفه. اجي نلعب فيكم لعب تصيرون مصاحب مسخرتي. يلا برد اعصابك. لا جيت تصير مسخرة انت يا كيت. خلاص دام اني انا معلق براسي اسم كيت خلنا نسميها كيت مو فيث. اذكر هذه، اذكر المرحلة هذه لاني علقت فيها. ايه كا ايه
طريق كذي مشيت عكس مساحة. يلا 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 خلصينا خلصينا. Bird's bugging out. Looks like you're in the clear. Now get into those drains. خاف اطيح. تلف في تحت ما تو الناس ماكو بعد خلاص هاي تلف في تحت. عشان شي شريتها على البي سي ابي اجرب النسخة الاقوى والافضل. هذا مهمته انه بس يخرب. Hey, get something on the wires. Shit. Looks like they anticipated you might duck in here and send a sniper team ahead. خلاص وخر حبيبي وخر. Take those snipers out or keep out of their way. Just get your ass through there. نحشة تايم. يعني احمد ربك
وجه هني يلا نقدر يلا حاطي لك البايب عنده عشان تنقزي طقيت ايه بدل ار بي كلنا مثل على الالعاب وايد ببعض
تضيع التحكم، مخك يوقف، يبيلي فارمات ورا كل لعبة. زين وقف. والله من صدقكم شنو هذا؟ انطر لا من ورا مفروض نتشل وقدرها على كل شيء على مصخر ما ادري وين اروح يخرب بيتك صدمان غبي مش لك السيدة الفار هذا اللي مركل شوي يخرعني. Look, Jackknife may know something about Pope's murder, so don't let him wind you up, okay? He used to be a pretty decent runner. God knows who he's working for now. خلص هالشابتر العجيب بعدين وقف. هذا اللي نبي نصيبه في حلوة هذا الأكشن بس هي باردو مسكينة
غواصي. سوري جايز، اذا ما حبيتوا هالسالفة قولوا لي عشان اشيلها. اتوقع راح اتطور، ايش دعوة. شي شي هناك. يلا سريع. ابي اصير سريع، ابي احس اني سريع. تنكسين حبيبتي، تمسكينها عن ابو شكلك ما منك ولا فايدة. شبت ديات اللي ورا بعض. تمسكينها عدل، بس هذي تنحين، تنحوا عليك ان شاء الله. نكسي عشان اكفخك باليد. هذا
يمكن على البي سي مو ضابطين التحكم، ما اذكر انك كان كذي. يلا لان ما قاعد يستوعب عدل، يده مشحونه وكل شيء بس ما قاعد يستوعب عدل كلش كلش ما زين. انا فوق شك بعضي هذا اذا بسوي له اديت مقطع راح اقعد 5 سنين وانا اسوي اديت. هي اللعبة كلها 5 ساعات فعادي او اقل اتوقع. I know what you're here for, Faithy. Just tell me what Icarus has to do with Pope's murder, Jack. I heard a cop did it. You heard wrong, then. You a fan of wrestling, Faith? Pope was a wrestling fan. He even employed an ex-wrestler to handle his security. Travis Burfield used to go by the name of Ropeburn. Is this going somewhere? Ropeburn? Well, he's really just a thug who got lucky. And sometimes people are too ignorant to see their place. Always want to swim in a big pond. Never see the bigger fish. If I were you, I'd start with that glorified slab of meat. Happy hunting, Faithy. Listen, I don't know about going to Ropeburn straight away. I'm not. I'm gonna see him. Oh, Faith, what are you doing? You gonna tell him about Jackknife? Not yet. He's still a cop. No matter what Kate says. Do you see him? Yeah. He's heading for his car. Lieutenant Miller? I'm Faith. Kate's sister? She never mentioned a sister. Yeah, well, we're not the mentioned kind. She told me to find you if things went bad. She's been arrested. And you wouldn't be the suspect seen fleeing from the crime scene, would you? Well now, it's difficult to recall with a gun in my face. I know what you are. You know it was a setup, right? I know Kate wouldn't be capable of something like this. But my captain's asking some difficult questions, and I can't even get in to see her. What do you know about something called Icarus? Why? It's mentioned on this. It was in Pope's hand. I think it's from his diary. You took evidence. Kate's the only family I have, Lieutenant. And Blue's in jail don't last long. She goes down for this, it's a death sentence. I won't stop you. I owe that much to Kate. But there are plenty of people who'll try. And I can't stop them either. You better learn how to run. Running is what I do best. Ropeburn's got an office at Z. Burfield International Shipping near the Riding Park subway. Should be a sign on top of the building. It'll help guide you. Look, I saw Ropeburn wrestle once. Broke some poor bastard's arm, then headbutted the ref. So if this Ropeburn really is mixed up with Pope's murder and Kate's setup, then he sure won't be a talker. He'll be a fighter. حلو شباب، جاي نوقف. خلصنا هالجزء اللي هو الجزء الثاني من Walk Through Mirror's Edge أو تختيم Mirror's Edge على البي سي. يعطيكم العافية على المشاهدة. إذا عجبكم الفيديو بليز لايك شير سبسكرايب اد تو فيفرت، سووا اللي تقدرون عليه. كثر الله خيركم، يعطيكم العافية وأحسنتم. كان معكم يوسف من قناة Righteous Progress. Thanks for watching.